كم جيان. اعطوني الشيف على الاتصال يا شباب يلا. مين؟ جيان ولا ورد؟ جيان معك. جيان سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ عبد الله. الله يطول عمرك، أخوك مع عبد الله. جيان أنت تابعتي فقرة المطبخ؟ نعم. وفي تنافس شرس صراحة بين المتسابقين وبينكم كذلك جروب الشيفز. كيف تشوفين هالتنافس؟ أنت وينك؟ في أي مركز؟ ربي يوفق الجميع، كلنا في مركز واحد بإذن الله. يا رب يا رب. يعني بإذن الله نقول جيان المركز الأول في هالبرنامج؟ يا رب، دعواتكم الجميع إن شاء الله تفضلوا الله ثم تفضلوا المتسابقين. كل التوفيق لك يا رب وبقية جروب الشيفز. معك معك الأخ فيصل وحشر، ومعك الوقت بيبدأ، وتفضل يا فيصل. سلام. أعطيهم الأخ. حياك الله أخي فيصل وأخي حشر. يا مرحبا. واضح الصوت؟ عندكم المقادير واضحة؟ أي نعم واضحة. خاصة الطريقة ما فيها تحنيس ولا شيء، بس طبقات. حيث انك يا اخوي فاصل في الحشر قطعون البصل حلقات سميكه شوي وتحطونها في بدايه القدر، فهمت شلون؟ تحطونها بترتيب يعني، وبعدين تحطون نص فنجان زيت وتحطون فوقها صدور الدجاج. تمام؟ جان معليش عشان احنا عندنا بس الصوت، فمعليش أجين وبشويش عشان الشباب بس يسمعون طريقة التحضير. أول شيء إن شاء الله الطريقة واضحة عندهم في الاطلاع، اطلعوا على الورقة الموجودة عندهم. كيف؟ الطريقة واضحة عندهم، أي استفسار هم موجود كل شيء مكتوب. لا الآن تجي طريقة التحضير إن شاء الله من الشباب في الإعداد، لكن ممكن تشرحين للشباب طريقة التحضير هم يكتبونها؟ خلاص ركزوا معي أستاذ فيصل، أستاذ فيصل، أستاذ حشر، ركزوا معي إخواني. طيب نقطع البصل دواير. إيه، تحطونها في بداية القدر وتحطون عليها صدور الدجاج. وش نحط عليه؟ صدور الدجاج. جزر. الدجاج إيه صدور. تحطونها فوق البصل. إيه هذه الطبقة الأولى. إيه. الطبقة الثانية اللي هي تحطون بطاطس وتقطعونها أيضا شرائح. متوقف السمك أيضا، يعني نقلي البطاطس الحال؟ لا ما تقلونها، تحطونها كذا بعد التقشير تقطعوها شرائح وتحطونها فوق الصدور. حلو تمام. ايه بعدين الليمون أيضا، واحدة ليمونة تقطعونها أيضا شرائح وتحطونها فوق البطاطس. تمام مضبوط. اوكي بعدين تحطون البهارات عبارة عن اللي عندكم مشكل والمادي الكعب والكركم وعواد القرفة وخمس حبات مسمار وملح وفلفل أسود. واضح؟ طبعا ملعقتين من كل نوع. تمام أستاذ فيصل؟ اي نعم. حشر؟ آخر شيء هذه كلها سهلة، الخبز كيف طريقته؟ اي بعد ما تغطون هذا كله تغطونه بغطاء وتخلونه لمدة 15 دقيقة ينشف الموية زين. إذا خلاص نشفت الموية تحطون الصاية المعتدلة آخر شيء وتخلونها 10 دقائق وتطفون النار، بعدين تنزلونها في صحن التقديم مع الخبز تاكل. طبعا أنا وريتكم شفت التقديم بيكون على طبق أبيض ويزين بقدونس ويترتب. الحين مع الليمون. الحين إذا أحط الخبز قبل ينجح صدور الدجاج ولا قبل ما ينجح؟ لا وش تحط الخبز اخر شيء، الخبز الساكن مع ما لها دخل، بس قصدي الطبقات تحطونها ورا بعض وتقفلون القدر، ما فيها تحريك ما فيها تحميص، فهمت شلون؟ ما فيها وش؟ ما فيها تحريك، على طول تحط طبقة البصل بعدها اي ماني محرك اي ماني محرك ولا خلاص تحط الخبز افرمه طبعا. لا الخبز خله على جنب يقفلونه معاه. الخبز اخر شيء تاكلونه معاه في الصحن، يعني ما له دخل الخبز في الطبق النهائي. لانه مكتوب اخر شيء الخبز المفروض. اي هذا اخر شيء عادي تاكلون معاه، يعني هو زي الادام زي كذا، فهمت شلون؟ اي يعني بالكودة. اخر شيء احط الخبز على الصحن واحطه على قصدك انك يمديك كذا، بس الافضل عادي خلي الخبز لحاله والطبق تحطه في الصحن بعد ما تخلصه
طبعا كيف تعرف انه ناجح؟ اذا كان البطاطس ناجحه بعد ما تفتحها طبعا لازم يكون القدر مغطى ما ينفتح ابد. خلاص. القدر يكون مغطى، بعد ما تحطون الطبقات وتغطونه تغطونه وتوطون النار وتخلونه تجلسون عادي، مو شرط انكم تكونون يعني على لين ينشف المويه وتحطون الصاية المحتاجه لاخر شيء وتنشف بزياده بعدين تنزلون الطبق يكون جاهز. الله يعطيك العافيه. شكرا ان شاء الله واضحه، وان شاء الله تجيكم الاوراق وتطلعون على التفاصيل باذن الله. ممتاز. شكرا. شكرا يا شيف جيان، يعطيك العافيه. صراحه في حماس عالي ومرتفع بين جروب الشيفز، فجملوا انفسكم ودائما انتم مجملين وجملوا الشيف اللي معكم، وان شاء الله الفوز حليفكم وحليف الشيف. ننتقل انا وياكم عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهده الى فلاح العاصمي والشيف ورد. الشيف ورد معنا على اتصال، السلام عليكم. شيف الشيف ورد باقي دقائق على وقتك، باقي دقائق خذي راحتك، وعلى بال ما تدقين حنا ان شاء الله جاهزين لو ننتظرك الى بكره. اهم شيء فلاح العاصمي ينجح في طبخه اليوم لانها الحاله وصلت. قول الحمد لله على السلامه. وصلت الشيف ورد، وصلت الشيف ورد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الشيف ورد خلني اسالك، نزلوا مراكز الجروب الشيفز ولا باقي؟ لا باقي. طيب انت تتوقعين قبل ما تنزل الدرجات والمراكز تتوقعين انت في اي مركز؟ انا مركز صراحه كان ضدي فيصل الدبلين، ما فزت ولا مره. كيف؟ ضدي كان فيصل الدبلين مرتين ولا فزت ولا مره. انت ما فزتي ولا مره؟ ولا مره، لان ضدي كان فيصل الدبلين. ارفع يدك، ارفع يدك. اللهم فوز ورد وبقية قروب الشيفز. اليوم ان شاء الله بتفوزين ان شاء الله انت ويا الشيخ ان شاء الله. الشيخ اللهم فوز ورد، اللهم اجعلها المركز الاول دائما وابدا. دعينا لك الحين احنا خلاص اخونا الكبير. يلا ورد باقي ما فازت، ان شاء الله يحالفها الفوز. انت ادعي لاخوك المسلم واختك المسلم، ادعي لها ان شاء الله بتفوز اليوم وتفرح بالفوز ان شاء الله. ابو جيان جيان ان شاء الله اخذت حقها. طيب يلا معك الاخ فلاح العاصمي، وطريقه التحضير موجوده قدامه لكن يبغى يسمع منك طريقه التحضير. تفضلي. تفضلي يا اختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اليوم عندي صينيه رز بطريقه ايطاليه. حلو. نجيب طاوه. حلو. نقطع البصل شرائح رفيعه يعني طويله. حلو. بعدين نجيب ربع كاس زيت زيتون نضيفه في الطاوة. أيوة. بعدين نضيف البصل. أيوة. بصلتين قطعة. أيوة. قطعة طويلة رفيعة. حلو. بعدين ثلاث فصوص ثوم قطعة صغار. حلو. بعدين نضيف صدور دجاج، ست قطع صدور دجاج عندكم، ست قطع صدور دجاج، ست قطع تقطعها ايضا نفس قطع البصل، قطع طويله يعني تكون الدجاجه طويله يعني رفيعه. ممتاز. بعدين تجيب فلفل اخضر. حلو. رومي، فلفل رومي كامل. حلو. وتقطعه ايضا نفس تقطيع البصل والدجاج. ممتاز. بعدين تضيف عليهم زين، تضيف قشطة الخفق. أضيف وش؟ قشطة الطبخ. حلو. قشطة الطبخ. حلو. على المكونات تضيفها. حلو. كاملة. بعدين قشطة الطبخ ربع ملعقة كبيرة يعني صح؟ لا كاملة كل العلبة تحطها كاملة. حلو ممتاز. بعدين تجيب جبن سايل. حلو. أربع ملاعق كبيرة. اوكي اوكي. بعدين تجيب لا اله الا الله محمد رسول الله ملعقه كبيره بهارات ايطاليه. ملعقه كبيره وش؟ بهارات ايطاليه. ممتاز. عندكم بهارات الغربي ايطالي. اي ممتاز. ايطاليه. ممتاز. بعدين تجيب بهارات ملعقه كبيره الطيبين. حلو. وبهارات ملعقه كبيره بهارات بيضاء. حلو ممتاز. وتحط اثنين ماجي. واثنين ماجي. اثنين مكعب ماجي. حلو.
بعدين تخلطه وتخلي وتسكر عليه النار لين تتسبك. خليه وش؟ خل تتسبك يعني القوام يثقل شوي. ممتاز. تقلل النار، تخلي النار ضعيفة. خليه على نار هادية. إيه هادية جد مرة. حلو. الحين الرز، الرز تنقع 7 أكواب، لازم 7 أكواب رز. حلو. 7 أكواب رز. تجيب قدر كبير، عندكم القدر الأحمر الكبير. ممتاز. تضيف فيه زيت زيتون. حلو. بعدين بهارات صحيحة. حلو. اللي هي ورق غار. ممتاز. قرفة، عودان قرفة، 3 يعني عدد قليل هيل. ممتاز. وفلفل حب، فلفل حب. بعدين تضيف 2 ماجي. حلو. 2 ماجي، بعدين تضيف موية حارة، موية مغلية. أيوة. وتضيف 7 أكواب المغسولة والمنقعة فوق الرز. حلو. قبل ينشف الماء تذوق الملح. ممتاز. قبل ينشف الموية تذوق الملح. طيب الحين إذا استوت كل البذور، تجيب صينية، صينية كبيرة. ايه. وتحط طبقة رز. حلو. طبقة رز تواسيها على الصينية كاملة. حلو. بعدين تجيب الخلطة الإيطالية اللي هي الدجاج وهذه، تحطها تواسيها فوق الرز. ممتاز. بعدين تجيب الطبقة الثالثة رز، وتضيفها صح، وتقفل الصينية صح. حلو. ممتاز. بالرز. بعدين تجيب قشطتين. ايوه. و5 ملاعق كبيرة جبنة سائلة. ممتاز. تحركهم وتصبهم فوق الخليط. ايوه. فوق الطبقة الأخيرة، الطبقة الأخيرة هذه الجبن والقشطة، تحطها فوق وتواسي الصينية صح. ممتاز. بعدين تجيب عندكم جبنة موزويلا. عندكم جبنة موزويلا وترشها فوق الصينية كاملة. كويس. ممتاز ممتاز. طيب. بعدين تحمرها من فوق. ايه. وتقدمها بعد ما تتحمر تماما. حلو. ممتاز. تقدمها وتزينها برشة بقدونس وبالعافية. الله يعافيك. مشكورة مشكورة. ما قصرت. خلاص كذا صح، سهلة الطريقة ولا ايه؟ واضحة واضحة، عندي مسجلة ورا البيت. ترى بالحالك بالحالك. ايه ما في اشكالية. ما في اشكالات. ما تعرف تطبخ بيض طيب؟ ما في. عادي يعني. شكرا. خلاص. اي خلاص. شكرا للشيف ورد، يعطيكم العافية. الحق يعطيك العافية. صراحة في هذه الآن نبغى تحية كبيرة للنجم شنار الدوسري مخرج